سكن كريم، مشروع المرحلة الثانية من قرية بسمة السكنية. منطقة عفرين شمال حلب كانت الخيار لإقامة المشروع. جمعية الأيادي البيضاء وبإهداء من أهالي مدن وبلدات فلسطين 48 وبإشراف من جمعية العيش بكرامة أنهوا تسكين العائلات النازحة ضمن القرية بعد أن باتت جاهزة بالكامل. طبعا القسم الأول يحتوي على 6 عمارات، العمارة الواحدة تحتوي على 16 شقة سكنية. الحمد لله رب العالمين، استطعنا اليوم رسم البسمة على شفاه الأطفال والشيوخ والرجال والنساء. طبعا القرية مخدمة بصرف الصحي، بمدرسة، بروضة، بمسجد. فرحة عارمة أبداها ساكني القرية الجديدة بعد سنوات من العيش في الخيام التي لم تقيهم برد الشتاء، لتكون المنازل الجديدة بمثابة مسكن حقيقي بالنسبة لهم يعوضهم عن سنوات الشتات والنزوح. مأمن فيها المي ومأمن فيها كمان النظافة، يعني واحد بيرتاح لما بينام في أمان، كمان إذا قفل بابه بيأمن، مو مثل الخيام ما بيقدر يقفل شيء. والحمد لله والله يبارك فيهم يعني ويعطيهم العافية، يعني حتى النت مأمن هون إذا فيك تتواصل مع أهلك وخلاك، مو مثل لما بتكون بالخيام. يعني بارك الله فيهم والله يجزيهم خير، وإن شاء الله ما بيضل أي حدا بالخيام، ونتمنى منهم أنه يضلوا يساهموا ويساعدوا لما يضل ولا إنسان عايش بالخيام. تعتبر قرية بسمة السكنية بمراحلها الأولى والثانية من المشاريع الرائدة في منطقة عفرين، والوحيدة من نوعها من حيث البناء والتجهيزات، ويأمل أغلب المهجرين في المنطقة الحصول على مسكن يؤمن لهم العيش بكرامة. وفق مواصفات نموذجية ومراعاة لخصوصية العائلات، كان لمشروع السكن الكريم نصيب من اسمه في تحقيق هذه الشروط. مجد العمر، حلب اليوم، عفرين.